السلام عليكم. دلوقتي عامل تجربة مع برنامج أو موقع ديل إي اللي هو بيكون صور، إن أنا هديله صورة، تمام؟ الصورة دي يعني دي صورة حقيقية، بس أنا مديله حتة إضافية كده حواليها، تمام؟ يعني لو أنت عايز تشوفها على البرنامج فوتوشوب أهو، ده الصورة وده جزء حواليها، أنا عايزه بقى يخمن الجزء اللي حواليها ده ممكن تبقى عامل إزاي. ممكن نقول له بقى ايه، نكتب له بعض المواصفات للمكان اللي احنا عايزينه. هو حاول ان هو يغير في الصورة. طيب خلينا نفتح الصورة كده ونقول له edit، ونقول له شيل لي النافورة ديت ونشوف هيعملها ازاي. ونقول له حط لي هنا مثلا كار، ما اعرفش انواع عربيات كتير، 4x4 مثلا، جنريت. انا بحس ان هو بيديك افكار، يعني انت بيعملك زي عصف ذهني كده، انما الموضوع في الاول وفي الاخر برضو الانسان هو اللي لازم يقود الليله، تمام؟ بدا يحط عربيات اهوت، ما اعتقد دي احسن واحد فيهم. ما دام انا اخترت دي وبدات اهتم بيها وسايفها، هو لما بيجي يشتغل بعد كده بيقترح ان دي تكون ايه الاساس. طيب ممكن ندوس هنا ونقول له ايه، انا عايز اعمل ايديت، تمام؟ واقول له انا عايز الغي دوت، تمام؟ وممكن اقول له بقى ايه، طب اقول لك انا ممكن اعمل حاجه تانية، سكاي بلو ان ذا مورنينج جنريت. قول لي يا عم الصورة دي وصورها لي الصبح، أنا كان المفروض أصورها الصبح وغلطت، فصلحها لي أنت بقى. بدأ فعلا يجيب لي حاجة بالشكل دوت، تمام؟ يدخل فيها سما، بس برضه لسه ما فهمهاش قوي. فبنقعد بقى نعمل إيديت أو فاريشن وهكذا، بتبدأ تصلح فيها لحد ما توصل للنتيجة اللي أنت عايزها. كان المفروض ألغي الصوت كله. بدأ هو يبقى أحسن وهكذا. فبتبدأ أنت تختار وتعدل والحاجات دي كلها. ممكن تزود طيارة، تعال نزود طيارة مثلا، نقول له ايه edit airplane. نزود ايه تاني، بيردس، تمام؟ جنريت. بيقول لي حط المكان اللي انت عايز تحط فيه الحاجه ديت.